مرحبا، اليوم رح نبدأ في كورس الكومبلكس نمبر. اوكي، ليش الكومبلكس نمبر؟ الكومبلكس نمبر هو موضوع جدا جدا مهم، راح نشوفه موجود معنا في كثير ابليكيشن موجودة في الحياة العملية، موجودة في كثير ديفايس موجودة حوالينا. راح نيجي نمشي في هذا الكورس، راح نتعرف اول اشي على الكومبلكس نمبر، نتعرف شو يعني كومبلكس نمبر وشو الفرق بين الكومبلكس نمبر وبين الواحد والاثنين والثلاثة اللي احنا بنعرفهم ونستخدمهم في حياتنا العملية. شو الفرق بين الارقام العادية وبين الكومبلكس نمبر، وليش اسمهم كومبلكس نمبر. راح نمشي ستيب باي ستيب لحتى نفهم شو يعني كومبلكس نمبر، نفهم كيف اجى الكومبلكس نمبر وشو الغاية من الكومبلكس نمبر. بعد هيك راح نيجي نشوف مجموعة ابليكيشن راح نستخدم فيها الكومبلكس نمبر، ونعرف ليش احنا فعليا مهم انه نكون فاهمين وعارفين الكومبلكس نمبر. اوكي، احنا لما نيجي كنا بدنا نحل معادلة تربيعية، على سبيل المثال لو شفنا هاي المعادلة التربيعية اكس ناقص اكس تربيع ناقص 9 بتساوي 0، بدي اوجد حل لهاي المعادلة يلي بتحقق لي ايش الايكوال، اللي هو الايكواليتي اللي بتعطيني بتساوي 0. بكل بساطة شو كنت بعمل انا؟ اكس تربيع بتساوي ايش؟ بتساوي 9، اللي هو هون جمعت على هذا الطرف، على هذا الطرف جمعت 9 وهون جمعت 9، تمام؟ فناقص 9 زائد 9 بيروح، وهون صار عندي ايش على هذا الطرف؟ صار في عندي 9 كالتالي. بعد هيك عشان انا اطلع هون انا عندي اكس تربيع، انا عشان اطلع الاكس لحالها شو عملت؟ اخذت جذر التربيع للطرفين لهون ولهون. اوكي، بس على الهامش نيجي نشوف شو يعني جذر. الجذر للاكس على سبيل المثال هو عبارة عن اكس تباور نص، تمام؟ اوكي، طيب لو انا حطيت هون مثلا تباور 3، يعني جذر الاكس تباور 3 راح يصير عبارة عن اكس قوة نص كله هاد تباور 3، صح؟ فبالتالي في هالحالة بقدر انا اضرب، تمام، القوة مع بعض 3 ضرب نص بتصير اكس تباور 3 اوفر 2. اوكي، هون يلي صار انه في عندي اكس تربيع جوا وفي عندي هون ايش الجذر، فبالتالي اكس تربيع ل اكس تباور 2 اول تباور نص وتساوي جذر التسعة. فبالتالي لما اضرب الاثنين في النص راح تروح الاثنين هاي مع الاثنين اللي هون راح تعطيني اكس بتساوي كم؟ بتساوي جذر التسعة، تمام. هلا جذر التسعة ايش هو؟ جذر التسعة احنا بنعرف انه 3، اذا اكس بتساوي 3، بس لازم احنا نحط هون بلس اور ماينس، بلس اور ماينس، بلس اور ماينس. ليش؟ اذا الحل اما اكس بتساوي 3 واما اكس بتساوي ناقص 3. ليش اكس بتساوي موجب او سالب؟ لما اجي اعوض الثلاثة بالماينس 3 المفروض يعطيني 0، يعني لما اعوض الثلاثة هون 3 تربيع، تمام، اللي هي 3 تربيع اللي هو محل الاكس هون، تمام، ناقص 9 بيساوي 0. هل هذا بيساوي 0؟ اذا كان بيساوي 0 فانا كلامي صح، اذا 3 تربيع اللي هو 9، 9 ناقص 9 0، اذا 0 بيساوي 0، اذا هذا الحكي صح. نيجي هون ناقص 3 تربيع ناقص 9 بتساوي 0، هل هي بتساوي 0 ولا لا؟ فعليا جد بتساوي 0، لانه سالب 1 تربيع عبارة عن سالب 1 ضرب سالب 1 وبتساوي ايش؟ 1، تمام؟ اذا فعلا بتساوي 0، تمام. لو احنا اجينا غيرنا او عدلنا تعديل بسيط على هذه المعادلة التربيعية، شو سويت؟ لو اغير اللون، اوكي، وحطيت هوني بدل الماينس حطيت بلس، يعني صارت المعادلة اكس تربيع زائد 9 وبيساوي 0. بدي احل هذه المعادلة كالعادة، اكس تربيع وتساوي ناقص 9، باخذ جذر الطرفين وطبعا راح يطلع بلس اور ماينس، اذا اكس بتساوي ايش؟ بلس اور ماينس لا ناقص 9. هوني احنا بنوقف بنحكي هل في جذر لرقم سالب؟ بنحكي ايش؟ does
not exist، يعني ما في اشي، تمام، ما في اشي لو اضربه نفسه مرتين راح يعطيني ايش؟ رقم سالب. اوكي تمام. طيب هون احنا وقفنا وحكينا does not exist، او بنحكي في بعض الاحيان طبعا ايش؟ no solution. اوكي طيب، اذا وصلنا لهاي الحالة انه في عندي no solution. تمام، احنا هون بدنا نيجي نحكي شغلة. هلا لو انا عندي جذر لل A في ال B، تمام، انا بقدر قادر اني اعبر عن هذا الجذر كالصيغة التالية: جذر ال A مضروب في جذر ال B. تمام، يعني على سبيل المثال مثلا نيجي ناخد اللي هو ال مثلا 36. ال 36 انا بعرف مثلا هي عبارة عن 4 في 9، صح؟ انا قادر اني ايش اعمل؟ حط جذر 4 ضرب جذر 9 ويساوي جذر 4 احنا بنعرف انه 2 ضرب جذر 9 اللي هو 3 وبيساوي 6. تمام، هلا لو انا اربع هذا الرقم اللي هو اربعه 6 تربيع، المفروض يعطيني الرقم هذا اللي جوا الجذر. اذا 6 تربيع اللي هو 6 في 6 فعليا بيعطيني 36. اوكي تمام، اذا يلي صار كالتالي: انا صرت قادر هاي الجذر 9 اعبر عنها بطريقه الطف من هيك: اكس يساوي بلس اور ماينس، تمام، جذر في جذر. طيب شو بدي اسوي؟ بدي احط السالب واحد لحال، مش هي عباره عن سالب واحد ضرب 9 اللي هي هاي عباره عن سالب واحد في 9، تمام؟ اوكي، وبنحط ال 9 لحال. جذر 9 انا بعرفه، اذا اكس شو بتساوي؟ بلس اور ماينس جذر السالب واحد مضروب في 3. اوكي، بس برضه لسه في عندي جذر السالب واحد، وبرجع بحكي انه no solution او does not exist. اوكي، بدنا نيجي نتعرف على شغله قبل ما نيجي نحل هاي المشكلة اللي عندنا انه does not exist او no solution. اوكي، بدنا نيجي نشوف الارقام. احنا بنعرف انه في عندنا اشي اسمه ال real number. ايش هاي ال real number؟ اللي الارقام اللي احنا بنعرفها، تمام؟ هي الارقام كلها يلي انا قادر ايش؟ امثلها على خط اعداد. يعني لو عندي هذا هو خط الاعداد تبعي، هون الزيرو، هون الواحد، هون اثنين، هون ثلاثة، هون ماينس واحد، هون ماينس اثنين، هون ماينس ثلاثة، اند لحد ما يوصل الماينس انفينيتي، وهون لحد ما يوصل للانفينيتي، يعني بضل ماشي ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. وهون ناقص ثلاثة ناقص أربعة ناقص خمسة وهكذا. أوكي، هذا بالنسبة للريال نمبر اللي هي الأرقام اللي إحنا عارفينها. الريال نمبر اوكي بتنقسم لقسمين، بنعرف انه في عندنا شيء اسمه راشونال، في عندنا شيء اسمه ايراشونال. اوكي، الراشونال نمبر بكل بساطة اللي هو زي الثمانية، انا قادر اصيغها على ثمانية على واحد، يعني اللي هو عدد بدون غير دوري، تمام، يعني ما في عندي فاصلة او شيء متكرر او فراكشن متكرر. يعني مثلا 6.7 خلاص هي 6.7 هي نفسها ال 67 على 10. بس الايراشونال زي مثلا ايش؟ جذر 2 او مثلا جذر 3. جذر 3 شو بيساوي؟ 1.7320 ولا اخره. في عندي هون مجموعه ارقام مستحيل توقف، تمام، مستحيل توقف او تنتهي. اوكي، زي مثلا الباي، الباي شو بتساوي؟ 3.14159 الى اخره من الارقام، مستحيل تنتهي عند رقم معين، تمام. اوكي، السؤال هون: هل انا في عندي ارقام غير الريال نمبر هاي؟ هل هي موجوده ولا مش موجوده؟ اوكي، احنا هون بدنا نعرف اشي جديد. بس قبل ما نعرف هذا الاشي الجديد ونحل المشكله اللي كانت موجوده هون جذر السالب واحد، نحل هاي المشكله، تمام، لحتى يكون في عندنا سوليوشن فعليا، مش اضلني احكي does not exist او no solution، تمام، بدنا نيجي نعرف شغله كثير مهمه.
بدي عدد او رقم لو اضربه نفسه مرتين يعني اربعه راح يعطيني نيجاتيف نمبر. نيجاتيف اوكي، بدي نيجاتيف نمبر يعني بدي رقم اضربه في نفسه مرتين لحتى يعطيني ايش؟ نيجاتيف نمبر. اوكي نيجي نجرب ناخذ من الريال نمبر ارقام ونشوف ايش ممكن اخذ من الريال نمبر. مثلا اخذ على سبيل المثال 2 في 2 نجرب 2 ضرب 2 اوكي 2 ضرب 2 راح تعطيني ايش؟ 4. هل 4 نيجاتيف نمبر؟ لا مش نيجاتيف نمبر تمام؟ اوكي طيب نيجي نشوف مثلا ناخذ ماينس 2 في 2 نجرب اوكي ماينس 2 في 2 في ماينس 2 سوري حتعطيني ايش؟ 4 اوكي برضه ما اعطتني نيجاتيف نمبر. طيب هلا ممكن حدا يحكي لي اضرب 2 في سالب 2 اوكي بس هذا الحكي غلط. ليش؟ لانه انا بدي ايش؟ بدي نفس الرقم، الرقم بدي اربعه تمام، الرقم بدي اربعه هو نفسه اربعه يعني نضرب الرقم نفسه بحاله مرتين تمام، فما بزبط احكي 2 ضرب سالب 2 اوكي. طيب نيجي مثلا نجرب جذر ال 2 اللي هو الراشونال نمبر، هذا الراشونال نمبر سوري، اضربه في نفسه مرتين شو راح يعطيني؟ اللي هو بعرف انه 2 قوة نص قوة نص ضرب 2 قوة نص، واحنا بنعرف انه في حالة الضرب بجمع هذه الاسس، بجمع النص زائد النص فراح تعطيني 2 برضه مش نيجاتيف نمبر. طيب نجرب سالب جذر ال 2 في سالب جذر ال 2 شو راح يصير؟ نفس الشيء سالب مع سالب محطوط تكون موجب، اذا حتعطيني برضه 2، اذا ما اعطتني نيجاتيف نمبر ابدا. اوكي طيب نرجع لمشكلتنا اللي طلعت هون، بتذكرين شو المشكله؟ هاي المشكله، بس انا بدل ما اجي امسك احط هوني بدل ما اجي احط 9 بدي احط 1 اوكي، بحيث انه تصير الايكويشن تبعتي اكس تربيع زائد 1 بتساوي 0، فبالتالي اكس تربيع بتساوي ناقص 1 ناخذ جذر للطرفين بلس اور ماينس، اذا اكس ايش بتساوي؟ اكس بتساوي اللي هو بلس اور ماينس جذر سالب 1، حكينا does not exist او no solution هوني تمام. في القرن ال 18 اجى عالم اسمه اويلر حكى انا هذا الحكي ما بزبط معي، انا بدي احل هاي البروبلم، ما بزبط انا يكون عندي نو سوليوشن تمام او does not exist اوكي، فحكى هاي جذر السالب 1 نحط محلها الاي، هذا الاي اسمه imaginary number تمام. طبعا البعض بحكي عنه اي او ايش جي، اما اي او جي اوكي، يعني مزبوط انا استخدم اي او جي، يعني اي شو بتساوي؟ جذر السالب 1 والجي كمان برضه جذر السالب 1 تمام. طبعا هذول لهم اسم، اذا اي اند جي خلينا نكتبه هون اي اور جي تمام، اما الاي او الجي لهم اسم اللي هو الايماجينري ايماجينري تمام، او بنسميه اليونت ايماجينري ايماجينري يونت ايماجينري اوكي، اللي هم الاي والجي تمام. اذا صرت انا شايفين المشكله اللي طلعت عندي هاي وينها؟ هوني صرت قادر احلها خلاص، احكي له والله في عندي سوليوشن اكس بتساوي بلس اور ماينس 3 جي او اي تمام، انا راح اضلني اكتب اي تمام مش جي، طبعا نفس الشيء هي اما اي يا اما جي نفس الشيء، اذا اكس اما هتكون زائد 3 جي او اي تمام او سوري هتكون ايش؟ ناقص 3 جي اوكي تمام. السؤال اللي هسه راح تطرحوه علي انه احنا بنعرف انه لما انا احل المعادله التربيعيه هاي وينها؟ اللي هاي المفروض تعطيني تقاطعها مع الاكس اكسس مع محور الاكس في سواء هاي او هاي. طيب نيجي نشوف رسمتهم ونحلل اوكي، خلونا نشوف الرسم لكل معادله منهم ونقارن بينهم وهل فعليا هاي تقطع مع الاكس اكسس ولا لا، ونيجي نفهم شو يعني اي او شو يعني ايماجينري يونت او اليونت ايماجينري. نشوف هذا الرسم لهذول التو ايكويشن اوكي، هاي هذا بالنسبه لهذا الفانكشن اللي عندي اللي هو اكس تربيع ناقص 9 تمام، هيو اكس تربيع ناقص 9 اللي هو الايكويشن الاول، طلعنا الحل له ايش كان؟ كان اللي هو 3 والناقص 3.
طبعا بنلاحظ انه هيو فعليا انه في عندي الفانكشن تبعي اللي هو هذا البارمولا، تمام؟ ايش بسوي هيو هذا البارمولا تبعي؟ شو بقطع؟ بقطع الناقص 3 وبقطع الثلاث. يعني لو نعمل زومينج، اوكي نشوف، اوكي هاي فعليا ناقص 3 بقطع الناقص 3 وبقطع ايش؟ اوكي وبقطع ال الثلاث، تمام؟ هذا ايش؟ هذا بالنسبة ل الاكس تربيع ناقصة. طيب لو نيجي هون نشيل الناقص ونحط زائد ونشوف شو راح يصير معنا. اوكي نشوف، طبعا راح تكون رسمة لفوق شوي، بنلاحظ انه ما قطع الاكس اكسس. فهون السؤال بيجي، طيب انا هلا فعليا الفانكشن تبعي او الكيرف تبعي او البارمولا او المنحنى تبعي ما بيقطع الاكس اكسس، فانت كيف بتحكي لي انه في عندي حل هاي الايكويشن اللي هي عباره عن 3 جي وناقص جي؟ هون بحكي لك اول شيء نتذكر احنا شو حكينا، حكينا ايماجينري، يعني هو بيقطع الاكسس الاكس اكسس تمام، بس في مكان تخيلي ايماجينري، تمام؟ معنى ايماجينري تخيلي، اوكي؟ فبالتالي ما بقطع الثلاثة أو الناقصات أو ما بقطع شيء في الإكس أكسس، يعني ما في سوليوشن أمامي حاليا بيعبر إنه في فعليا سوليوشن لهاي الفانكشن أو هذا الإيكويشن، تمام؟ طيب نيجي نشوف، طب وين بده يقطع الأكسس تبعي، تمام؟ أو وين السوليوشن اللي أنا طلعته اللي هو 3 جي وناقص 3 جي، وين هذا؟ نيجي نشوف هذه الرسمة راح توضح لي الإشي. أوكي، هاي هي الرسمة اللي بحكي لكم عنها. هي هذا الفانكشن تبعي اللي هو اللي انا رسمته، تمام؟ بنلاحظ انه في عندي كيرف ثاني تحت. هذا الكيرف هو كيرف تخيلي عملنا له ماثيماتيكال، تمام؟ كان في له اسقاط، طبعا له ايكويشن كثير طويله ومعقده شوي، اوكي لحتى نوصل لهذا الكلام. بنلاحظ انه فعليا قطع عند نقطه هون ونقطع عند نقطه ايش؟ قطع النقطه هون. هذه تمام، هذه النقاط هي نقاط تخيليه، هو بيقطع هذه الاكسس بس ايش؟ في مكان انا مش شايفه، في بعد اخر، تمام؟ احنا هون مشتغلين وين؟ بالرسم السابقه كنا نشتغل على الاكس واي بلين، بس في عندي بعد اخر بيقطع فيه الكيرف تبعي، بيقطع فيه الاكسس تبعي، تمام؟ يعني لو نرجع للرسمه تبعتي نشوف هاي الرسمه، بنلاحظ انه هون هذا الفانكشن تبعي هيو، اوكي هذا الفانكشن تبعي اللي هو اكس تربيع زائد 1 على سبيل المثال او اكس تربيع زائد 3، بلاحظ انه هذا الكيرف تبعي، بس شايفين هذا البلين؟ هذا البلين وبلين تخيلي، شايفين كيف قطعه؟ قطعه من خلال نقطتين اللي هم الايماجينري بوينت، اوكي هاي هي فكره الايماجينري نمبر او سوري الايماجينري يونت، تمام؟ هاي فكرتها بالتحديد. ان شاء الله تكون الصورة واصلة وتكون الامور مفهومة، وبالفيديو الجاي راح نفصل اكثر واكثر وندخل في التفاصيل للايماجينري، وبنشوفكم في الفيديو الجاي.